نادية الأشهاب مسؤولة عن رواق محمد القاسمي بفاس في إطار افتتاح الموسم الثقافي لسنة 2022-2023. المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بجهة فاس مكناس نظمت معرض تشكيلي للفنانة رجاء سايس تحت عنوان مور. هذا المعرض الذي يضم 20 لوحة فنية تتميز بضوء أو بنور يخرج من ان فون نوار، وهذا كيدل على أن الفنانة التشكيلية رجاء سايس سلطت الضوء على فئة مهمشة للأسف، وهي ذوي الاحتياجات الخاصة. الفنانة التشكيلية رجاء سايس تعمل كمؤطرة بمؤسسة الأمير مولاي عبد الله للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. شافت المعاناة ديالهم وجسدات هذه المعاناة ديالهم أو كتبات على المعاناة ديالهم في إطار معرض تشكيلي. وفنانة مشكورة قدمت معها في هذا المعرض التشكيلي واحد الشاب موهوب ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة الأمير مولاي عبد الله، وهو الشاب عبد الله مليح اللي تهوى في إطار هذا المعرض قدم 20 لوحة صغيرة، وهذه التفاتة إنسانية مشكورة للفنانة رجاء سايس. وفي إطار افتتاح الموسم الثقافي أيضا قدمت الفنانة التشكيلية كتاب ديالها أخ بيغ اللي كتحكي عليه على التجارب ديالها مع أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، واللي سلطت الضوء على ضرورة إدماج هذه الفئة في بسم الله الرحمن الرحيم. مدام حفيظة قدري، مديرة ديال مؤسسة الأمير مولاي عبد الله لرعاية الأطفال في وضعيات إعاقة ذهنية. هذه المؤسسة هذه 40 سنة وهي كتشتغل في مجال الإعاقة، كتقدم خدمات متنوعة وأنشطة لوليدات في وضعيات إعاقة ذهنية وتتلت الصبغي 21. هذه الخدمات هي عبارة على خدمات في التربية الخاصة، خدمات شبه طبية، خدمات في التكوين المهني، وفي المسرح، في الموسيقى، وفي الفن التشكيلي. هذا المعرض هذا هو ثالث معرض كيشارك فيه وليد من مؤسسة مستفيد اللي هو عبد الله مالح، هو فنان واعد ومبدع. احنا بالنسبة للفن التشكيلي هو مادة تم إدخالها للمؤسسة في 2016 تحت إشراف الفنانة التشكيلية رجاء سايس. ما قدمته رجاء سايس لهاد الوليدات هو عمل جبار وعمل كبير بزاف. علاش؟ لأن من منطلق التخصص ديالها في الفن التشكيلي استطاعت تخرج مواهب وإبداع هاد الوليدات هادو، لأن من لم يستطع أن يعبر بالكلام يعبر بالريشة والقلم. فيسكر القلم صعيب على وليداتنا باش يكتبوا باش يعبروا باش هذاك، ألوغ كانت الريشة والألوان والصباغة هي الوسيلة ديالهم ديال الإبداع وإخراج ما بداخلهم. ومنهم الفنان عبد الله مليح اللي اللوحات ديالو هما هادو اللي كتشوفوهم. ألوغ هذا الفنان هذا استطاع مع أستاذ رجاء باش يتحول من تلميذ يتعلم يتكون على تحت الإشراف ديالها إلى فنان مبدع، وعرض ممكن هذه المرة الأولى اللي كيعرض اللوحات ديالو مع فنانة كبيرة بحال أستاذ رجاء. الدورتين السابقتين كان عرض المؤسسة هي اللي عرضت لوحات الوليدات اللي كياخذوا دروس في الرسم عند أستاذ رجاء كاملين، ولكن هذا المعرض هذا هو براسه وحنا فخورين به، أستاذ رجاء فخورة به لأن كتلميذ ديالها استطاع باش يعرض اللوحات ديالو في هذا المعرض الكبير وهذه المدة كاملة ومع الأستاذة رجاء كفنانة كبيرة. وحتى الزوار اللي جاو وشافوه وديك العام في المعرض ديك العام يعني النقاد تنبؤوا له مستقبل كبير في هذا المجال هذا. لذلك أنا كنتقدم في الشكر الجزيل للأستاذة رجاء لأن فريمون بالتأطير ديالها وبالإشراف ديالها وبالتوجيه ديالها استطاعت تخرج من هذه الوليدات واحد الفنانة اللي مجموعة من الفنانة كما قلت البداية مع عبد الله، والجاي إن شاء الله غادي يكونوا فنانة كبار وتكون معارض أخرى إن شاء الله، وبتوفيق الجميع. وكنتمنى زعما المجتمع بصفة عامة كيف ما كانت الشرائح ديالو كيف ما كانت الطبقات ديالو يعرف بأن هاد الوليدات لو ما عندهمش إبداع في جهة واحدة أخرى ولكن عندهم إبداعات داخلية خصنا غير ندقوا عليها الباب ونخرجوها، بحال اللي دارت الأستاذة رجاء وبحال اللي كدير مؤسسة الأمير مولاي عبد الله، كتحتضنهم وكتحاول تقدم لهم خدمات وكتحاول تعطيهم على قدر القدرات ديالهم. هما عندهم إبداع عندهم كفاءات
الشخص غير اللي خرج لهم الوجود. مدام رجاء سايس فنانة تشكيلية وكذلك مؤطرة ورشات فن تشكيلي مع أطفال ذوي احتياجات خاصة. أنا بنت مدينة فاس، ولكن كانت عندي التجربة الأولى مع هاد الأطفال الجمعية المغربية لحياة أفضل بمدينة القنيطرة، حيث كنت كنقيم فيها. ومن بعدها مشيت للمركز الوطني محمد السادس للأطفال المعاقين، تماك تسقلت الموهبة ديالي لا الفنية لا في مجال احتياجات الخاصة، لأن كان كيستقبل جمعيات كبيرة كيأطرها. وقضيت تماك مدة 4 سنين، عملت عدة معارض منها نتيجة العمل اللي كان عندي مع الجمعيات، وكنت كنعمل مع أطفال اللي عندهم إعاقة ذهنية، تثلث صبغي، طيف التوحد، إعاقة حركية اللي هي جاية من شلل دماغي. بالتالي درت واحد المعرض اللي دار جولة في المغرب، كانت البداية من فيلا ديزاغ بالرباط، ثم فيلا ديزاغ بالدار البيضاء، متحف القصبة بطنجة، جنان بالاس بفاس، الميريديون بمراكش. وهاد المعارض كلها جات بأمر من صاحب الجلالة، لأن كان المركز كيعطيه واحد الاهتمام كبير، وهذاك المركز هو كان يعتبر مرجعية في الدومين ديال الإعاقة. وهاد المعارض هي غيرت واحد المفهوم ديال الإعاقة، لأن هو هذوك اللوحات ديالهم كانت كتحكي على المشاكل ديالهم النفسية، المشاكل اللي كيتعرضوا ليها من طرف المجتمع. لقيت بأن هذه اللوحات كلها كانت اللي كانت نتيجة الورشات كتهضر على هذا العالم. وبالتالي درنا المعارض، وفاش سال المعارض لقيت في المعرض كنحكي على كل لوحة كيفاش جات اللوحات، وكنحكي على الإعاقات ماشي من جهة طبية ولكن من جهة اجتماعية نفسية الفنية، لأن كنعتبر بأن الفن هو أحسن وسيلة للتعبير على واحد الفئة من المجتمع، وهو خير سافر اللي كيوصل لنا دي ميساج عبر شنو بغاو يقولوا هاد الأطفال. فاش شفت هاد الحكايات قلت بوكوا با وندير واحد الكتاب اللي كيحكي على تجربة اللي بدات من 2004 في الجمعية بالقنيطرة. وبديت الكتاب في واحد الفترة كنت وقفت عند العمل، ولمدة 3 سنوات كتبت فيها الكتاب. وبالتالي لقيت بزاف ما يتقال على ماشي غير الفن، ولكن بزاف ديال الحوايج اللي تحكى على هاد الأطفال. وهاد الكتاب هو ماشي خاص غير بالناس اللي مهتمين بالإعاقة، ولكن هو فيه بزاف ديال الرسائل اللي هي إنسانية، رسائل لي باغون الأولياء الأمور، رسائل الناس اللي عندهم واحد السلطة، لأن غادي تلفت الانتباه لهذه الشريحة اللي هي شنو محتاجة. محتاجة ماشي الدعم المادي، ولكن محتاجة مؤسسات اللي غادي تسقلها وغادي تكونها. علاش؟ بحال أي واحد من المجتمع اللي خصو مدرسة، فاش كدير ليه هاد المؤسسات كيولي عنده حق في كل شيء، كيولي كيعبر على ذاته، وكنولي وكنبعدوا من ديك الجهه ديال الشفقه وكيبقى فينا هذا ولا هذا. هو لا، هو حتى هو كيبرز ذاته، عنده ما يقول، عنده وسيله ديال التعبير اللي حنا خصنا نهتموا بهذه المؤسسات. داكشي علاش قلت لك عندي كاين رسائل كبيره اللي حنا عندنا صحتنا، اللي حنا ما كنعانيوش، كنعانيو من مشاكل ماديه بوتيتغ، مشاكل ديال العصر، ولكن مشاكل نفسيه، مشاكل تهميس، مشاكل ما كنقدرش نهضر، مشاكل ما كنلقاش منين ندوز، مشاكل ديال الشفقه. هذا هو الخلاصه ديال الكتاب ديالي اللي سميته أخبيغ. هو بمعنى فن خالص. علاش؟ انا ما بغيتش نعطي تسميه اكاديميه فنيه. أخبيغ هو كيف ما شفتوا هو كتاب كيلخص واحد التجربه وخبره
ديال ربما من 2004 حتى حاليا مع الجمعيات، وهو كنعتبره انا وثائقي. علاش؟ لان وثقت بالصور عده ورشات، واشتغلت مع فنان مصور اللي هو معروف كيخدم مع مؤسسات كبيره، وثقت بالصور، عملت ورشات وكنا كنصوروا باش كنوصلوا رسائل حيه، لان سورتو دابا ولينا معتمدين على الصوره اكثر من الكتابه، وكنبغي نكمل باش الناس عاود يتاكدوا بان هذاك العمل هو جاي بتي بالتدرج، وكيعرفوا بان هذاك العمل هو 100% ديال الاطفال. لان في خلال المعارض كنت كنلقى تساؤلات كبيره، كيفاش يمكن هاد الاطفال ولا مراهقين، لان كنت كنخدم مع الاطفال اللي عندهم 22 سنه، كيفاش يمكن لهم يعبروا بهاد الطريقه الفنيه. لان بارفوا كنلقاو لوحات اللي هي تضاهي فنانين كبار، كنلقاو لوحات ديال اطفال اللي عندهم توحد بحال جلالي غرباوي، بحال عده اسماء اللي هي معروفه في الفن. لذلك انا كنعذرهم على ديك التساؤلات، داكشي علاش جا الكتاب، باش كنوضح الامكانيات الفنيه وكلشي ديال هاد الاطفال. شنو هو كتبقى في التاطير. انا فاش كنأطرهم كنعطيهم مثلا على حسب المدارس الفنيه شنو كاين، ولكن ما كنبغيش نفرض عليهم العالم ديالي. مثلا انا عندي ستيل خاص بيا في التعبير في الفن، ما كنحاولش نعطيهم. انا بارفوا شي مرات كندوز سنه وهذوك التلاميذ ديالي ما كيعرفوش واش كنعرف نرسم ولا ما كنعرفش نرسم، باش ما كينقلوش الرسم ديالي، الرسم ديالي ما ياثرش عليهم، باش كيبقاو في ديك العفويه والجراه. كنخدم عليهم نفسيا وكنأطرهم وكنوريهم المدارس الفنيه. وكذلك عندي واحد الحاجه مهمه اللي كنشتغل بها هي الموسيقى. انا اي ورشه كنستعمل فيها الموسيقى، لان الموسيقى هي كتخرج الاحاسيس اكثر، كتخلي الواحد كيتجرد من مشاكله، من هذا كيولي قدامي داك الطفل بحال واحد العجينه كيف ما بغيتي تمانيبوليها. وديك الساعه كتبقى تعطيهم دي ميثود، افكار، كنبقاو نهضروا على مواضيع، مثلا مواضيع كثيره، مواضيع الخوف، بزاف المشاكل اللي هي نفسيه، وهما كيعبروا عليها بالفن. والفن ما كنقتصرش على الرسم، كنبدا بالرسم، بالنحت، بالخيوط، كنستعملوا كاع المواد اللي هي صالحه للتعبير، وتقنيات كثيره. الطين، كنعجنوا الطين، كنديروا كنشكلوا به، وكتبقى على حسب الاعاقه. كاين الاعاقه الحركيه، ما كنتعاملش معها نفس المعامله كواحد عنده اعاقه ذهنيه، لان اللي عنده اعاقه حركيه كيكون بارفوا سليم ذهنيا، ما عندوش مشكل ذهني، ولكن كتكون عنده بزاف المشاكل النفسيه، لانه هو ديما في الكرسي متحرك، ديما كنشوفوه بعين الشفقه. هذا فاش كنتكلم معاه كنعطيه او نيفو انتيليكتويال ثقافي، كنعرفوا شنو هي المدارس الفنيه، شنو هو الفن، كتولي عنده واحد الثقافه فنيه. وكنحاول نتجاوز ديك التقنيات اللي هي يشوفها صعيبه عليه، لان حركيا ما يقدرش يحرك يده ولا يحركها بشكل خفيف. بارفوا كنخدم معاه الجيستويال، الحركه، كيفاش نحرك يدي، وغير ديك الحركه الا درت واحد الخط راه كنعبر على الاعاقه ديالي الحركيه. انا عندي رساله اللي ما كنهضرش عليها، يمكن هضرت في الكتاب، ولكن كنهضر عليها حتى في الصوره، في اللوحات ديالي. في اللوحات ديالي من قبل كنت كنرسم الطبيعه، الوجوه، كنرسم داكشي كلاسيكي، داكشي اللي زوين. دابا وليت كنرسم المعاناه ديال النفسيه اللي كتبان في الجسد. الرساله ديالي هي نحاول نفت النظر ديال المؤسسات باش يستعملوا الفن
ولا حتى الوالدين كوسيله للتعبير عن العالم ديالنا، لان الفن كيعبر على مجتمعات وعلى افراد، وكيف ما قلت هو خير سفير للمجتمع ديالنا. في الاخير كنشكر جريده صوت العداله اللي قامت بهذه التغطيه وتحت لي الفرصه باش نتكلم اكثر على هذا العالم. شكرا.